السلام عليكم. الإكسينوس 2400 يظهر معدنه الحقيقي أثناء مواجهة العملاق الأمريكي سناب دراغون أو الكوالكوم سناب دراغون 8 جيل الثالث في معركة حامية الوطيس. على الرغم من أن المعالج إكسينوس 2400 يتخلف عن سناب دراغون 8 جيل الثالث في اختبارات الأداء القياسية ولو قليلا، يبدو أن كلا المعالجين متقاربا في سيناريوهات الألعاب في العالم الحقيقي. اختبر فريق NLTEC الهاتف جالاكسي اس 24 الترا المزود بالمعالج سناب دراغون 8 جيل الثالث جنبا الى جنب مع الهاتف جالاكسي اس 24 بلس المزود بالمعالج اكسينوس 2400 بواسطة مجموعة من العاب الاندرويد الشهيرة لمعرفة ما اذا كانت هناك اي فروقات. كيف كان اداء المعالج اكسينوس 2400 في نظركم؟ على أقل تقدير كانت النتائج مفاجئة للغاية. كان أداء الهاتفين ممثلا في الجينشين أمباك والبوب جي موبايل وأيضا الموبايل ليجنز والفورتنايت، وفي الجينشين أمباك حافظ المعالجين على معدل إطارات 60 FPS، وفي لعبة البوب جي موبايل حافظ المعالجين على معدل إطارات 90 FPS. في لعبة الفورتنايت كان معدل إطارات المستقر هو 90 FPS وينخفض أحيانا إلى 70 FPS أثناء القتال. لاحظت قناة NLTEC اختلافا كبيرا في لعبتين فقط، وهما الكال اوف ديوتي موبايل والوار تشاندر. في اللعبة الأولى حافظ المعالج سناب دراغون 8 جيل الثالث على معدل إطارات 120 FPS طيلة اللعبة، بينما تم تحديد الحد الأقصى لمعدل الإطارات في 60 FPS لسبب ما. من ناحية أخرى تفوق المعالج الإكسينوس على المعالج سناب دراغون في لعبة وار تشاندر من خلال الحفاظ على معدل الإطارات 100 FPS بينما انخفض إلى 40 FPS في حالة معالج كوالكوم. من المهم ملاحظة أن الوار تشاندر هي لعبة تدعم تقنية تتبع الأشعة، لذا تشير هذه النتائج إلى أن معالج الرسوميات الإكسكليبس 940 الموجود في الإكسينوس 2400 أفضل في التعامل مع رسومات تتبع الأشعة. من المهم أن تضع في اعتبارك بعض الأشياء هنا. أولا، تم إجراء الاختبارات على وحدات ما قبل الإنتاج، وثانيا هذين الهاتفين مختلفين، ومع ذلك من المفترض أن يكون التفوق للهاتف الجالاكسي الاس 24 ألترا نظرا إلى أنه يتوفر على نظام تبريد أفضل مع مشتت حراري أكبر. ومرة أخرى قد تكون هناك عوامل أخرى لعبت دورا في هذه النتائج. سيكون من المثير للاهتمام رؤية النسخة المزودة بالمعالج الإكسينوس 2400 من الهاتف الجالاكسي الاس 24 بلس تتواجه مباشرة مع النسخة المزودة بالمعالج سناب دراغون 8 جيل الثالث من نفس الهاتف. ما رأيكم بالأداء الذي قدمه المعالج إكسينوس 2400؟ هل كنتم تتوقعون أن يقف ندا لند مع المعالج سناب دراغون 8 جيل الثالث 4 جالاكسي؟ شاركونا آراءكم ضمن التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.